اهلا بحضراتكم. فقره، وانا اسف قبل ما اخش في الفقره دي عشان انا بس ما نوهتش الفقره التي تليها وهي الفقره الاخيره اللي هتبقى كمان نصف ساعه ان شاء الله، هي فقره مفتوحه لحضراتكم بالتليفونات استكمال او جزء ثاني من الفقره اللي كنت قدمتها لكم يوم الخميس الماضي، وهي الفقره الخاصه ب رؤيتكم وارائكم حول الملامح التي يجب ان تتوافر في رئيس جمهورية مصر العربية القادم اللي هننتخبه لاول مرة بنزاهة كاملة وشفافية كاملة وبين اكثر من مرشح بيردوا علينا برامجهم السياسية. تكلموني وانا هسمع ومش هيبقى معايا ضيوف، هتقولوا لي الملامح او تقولوا لي اسماء او تطلبوا حد انه يرشح نفسه او تقولوا اعتراضاتكم على حد. هذه فقرة مفتوحة تماما. اما هذه الفقرة اللي على الهواء الان لها علاقة بالاختلاف الصحي للاراء وهو مناخ بعد ثورة 25 يناير في المصلحة العامة. مجلس الوزراء أصدر قرارا أو قانونا رفعه إلى المجلس القوات المسلحة لكي يصدر به مرسوم بقانون يجرم الاحتجاجات والتظاهرات، بس مش على علتها، الاحتجاجات والتظاهرات التي تستخدم العنف أو التخريب أو تؤدي إلى الإصابات والقتل أو التي تؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج أو تحرض على ذلك. والعقوبة المقترحة في القانون السجن مدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه. والمرسوم أوضح أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط، أي أنه قانون مؤقت سيرفع برفع حالة الطوارئ. الدكتور عماد جاد المفكر السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات، أهلا بك يا دكتور مشرفنا. والأستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أهلا بحضرتك. أنا عارف أن أنت جاي من تظاهرة طازة. يا صحيح مظبوط. طب اسمح لي دكتور نعرف اللي جاي من نار للنار. متظاهرين ليه النهارده يا استاذ كمال؟ متظاهرين احتجاجا على المرسوم بقانون اللي طلع من رئاسه الوزراء، لانه الحقيقه اللي هو ده اللي قدام حضرتك بالظبط كويس، لانه هو هذا المرسوم كان صدمه لكل عمال مصر، لان الدكتور شرف لما تولى رئاسه الوزراء وقال ان انا بستمد مشروعيتي من ميدان التحرير، ثم جاء الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العامله واصدر او مبادئ اعلان مبادئ الحريات النقابيه، ده خلى الناس بقوا مطمئنين ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح كويس. الا انا فوجئنا بهذا المرسوم بقانون. أيوه. اللي الحقيقه يعني انا لاحظت في المتابعه التلفزيونيه لكل من تداخل من الحكومه او عرض هذا المشروع، وانا سمعت الثلاثه كويس، سمعت لسياده وزير العدل، سمعت للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، سمعت للدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العامله، والثلاثه الحقيقه كانوا هناك تناقض ما في اقوالهم. بمعنى ان هناك ارتباك، لان انا القانون كما عرضته حضرتك بيتكلم عن منع الاضرابات العماليه ثم يضيف التي ينتج عنها التخريب ما جابش بس سيره العماليه الاضرابات. الاضرابات هي لا في ناس كتير ما فيش حاجه اسمها اضرابات فئويه على فكره. لا في ناس كتيره ما اضرابتهاش، اذا كان على عمال في غيرهم كتير. لا يعني 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 لم يحدث حقيقه يعني على الاقل في التاريخ الحديث اللي احنا عشناه ان كان هناك اضرابا حدث نتج عنه تخريب واتحدى. والملاحظ هنا ان من اول رئيس الوزراء لكل الذين تحدثوا سواء عن القانون او قبل ذلك كانوا بيقولوا ان احنا العمال المضربين لهم مطالب مشروع. تمام. طيب لهم مطالب مشروع، هل الحل هو تجريم الاضرابات العماليه؟ هل الحل هو وضع قيود على الاضرابات العماليه؟ بالمناسبه انا اتسجنت في اضراب عمالي، اتسجنت ايام الرئيس المخلوع 3 شهور، فمش ممكن اتسجن سنه عشان اضراب عمالي في حكومه مستمده شرعيتها من الثوره، ده مش منطقي، وخاصه ان انت بتقولي ان انت مطالبك مشروعه، والمطالب معروفه ومحدده. يعني لو انت قلت لي اجمل لي سله المطالب هقول لك ثلاث. لا قبل ما نخش حضرتك سالت سؤالين مهمين. معقوله ان انا تقول لي ان مطالبي مشروعه ومع ذلك تيجي تجرم ان انا بطالب بيها؟ مش كده؟ مش ده سؤال. السؤال الثاني ان احنا في زمن الحريات، ازاي تجرم شيء له علاقه بالحريه والتعبير عن الراي والتعبير عن المطالب؟ مظبوط. طيب السؤالين دول هنقلهم للدكتور عماد متحدثا عن الفلسفه اللي ممكن تكون وراء هذا القانون. لا ربما الفلسفه اللي تكون وراء هذا القانون يتحدث عنها اللي اصدروه. لا ما انا طبعا مش حضرتك مش جهه، لا انا استخدم خبرتك في التفكير وراها. انا فاهم، انا بس طبعا الاضراب بصفه عامه هو حق مشروع
ووسيله من وسائل التعبير السلمي عن الراي. تمام. لكن في جزء يعني يمكن انا كنت في التلفزيون الصبح وكان في مجموعه مظاهرات وشايف ناس ماشيه في الشارع فبتسب وتلعن في اليوم اللي طلعت في الثوره لانه حاله مش عارف ايه وحاله ايه وحاله إيه. الناس البسيطه في مصر عندها ازمه شديده لانه يعني بيحملوا المسؤوليه للي حصل مش بيتعاملوا مع المساله بشكل واضح. لكن انا ربما عايز اشير لنقطه، هو في حاله من حالات الارتباك، في حاله من حالات الشموليه. يعني مثلا لما يجي اقرا القانون انا لما قريته اتخضيت لانه كان لازم يحصل فيها نوع من التمييز، مش ممكن انا هساوي بين واحد بيعمل اضراب عشان يطالب بحق مشروع وان كنا ممكن نتفق او نختلف على مساله ان هذا ليس وقت مناسب ولا بد من دوران عجله الانتاج لكن احطها على علتها كده، وزي ما قال انه بسنه ونص مليون جنيه ده حكم شبه بالاعدام عليه، يعني على اي حد يعمل نص مليون جنيه نجيبهم من هنا. اللي انا عايز اقوله بصراحه شديده، انا شايف حاله من حالات ممكن نتناقش حوالين بنود المرسوم ونتفق او نختلف حول بعض عناصرها، لكن انا شايف حزم وصرامه في 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 هذا الامر، وحاله من حالات اللامبالاه في قضايا اخرى انا اعتقد انها اكثر خطوره. يعني وهنا اسمح لي بقى شخصيا ان انا اقول انه اللي حضرتك اشرت ليه في الفقره الاولى اللي هو الخاص باستقبال الامام الاكبر للمواطن اللي من هنا، لا بس انا بعتب عليك بشكل شخصي انك لم تشر لضروره تطبيق القانون. تطبيق القانون، احنا في دوله قانون. انا الموضوع يا سيد الفاضل انا بحتج رسميا، لا انا لا 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 انا معلش انا بحتج رسميا على الصوره اللي بتنزل في الاهرام من واحد مجرم حرق عربية وبيت شخص مواطن بدون اتهام بدون دليل بدون كذا، ما هوش جهة التنفيذ، وبعدين ينزل يحط ايده في ايد مساعد الحكم العسكري ويقول لك صلح عرفي. لا ده انت كده بتهد البلد. طيب هي المشكله بس عشان توضيحا للحقائق في مساله المواطن اللي حضرتك بتذكره اللي استقبله الامام الاكبر النهارده اللي هو لو انا فاكر صح اسمه السيد ايمن ديمتري. هي المشكله فين؟ المشكله ان هو تنازل عن المحضر امبارح في حق دوله يتنازل هو كشخص. انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لحضرتك تنازل. لا تنازل ليه نتكلم فيه؟ لا 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 مش تنازل فيها. لازم المساله تبقى واضحه. انا كدوله ليا حق، المجتمع له حق، اللي اعتدى ده شخص مجرم وقام بعمل تخريبي وتدميري وبهدل انسان واساء له سمعته كويس. لما يجي هو يتنازل تحت ضغط، او هو انا قريت له كلام بيقول لك اتنازلت خوفا على باقي اسرتي، طب فين الدوله؟ انا حمايتي تيجي منين؟ تيجي من الدوله ولا لا؟ هنا المجلس العسكري يجي يقول لي بقى ازاي يحط ايده في ايد مجرم كويس، ويجي يقول لي ازاي، ايه الرساله اللي انت بتوصلها سيد الفاضل؟ انت عندك جزء كبير من المجتمع بيفكر في الهجره نتيجه هذه السياسات اللي موجوده. احنا مصر رايحه فين؟ مصر رايحه فين بالوضع دوت؟ انت بتديني حزم في هذه القضيه وفي قضيه تانية سايب البلد بتعمل دوت بشكل بصراحه كويس. شديده. انا رايي ان دي قضيه مهمه لابد من اجابات واضحه وحاسمه فيها، ان يا نهار اسود يعني واحد بيجي يقرر وتكرر الثاني في المنوفيه السادات ان راحوا قرروا ست يطردوها ويدوها فرصه هي وبنتها تمشي يا اما يحرقوها، فين الدوله؟ يعني اشمعنى الدوله موجوده عند الاضرابات ومش موجوده عند تطبيق القانون؟ لا الدوله يجب ان تكون هنا وهنا متفقين، لا وبحزم خصوصا في قضايا دي مواطنه لو في اتهام خصوصا ان كان عندها قضيه واتبرأت من القضاء. مظبوط. مين اللي ادى الاشخاص دول صلاحيته انهم يروحوا يطبقوا القانون بايديهم؟ مفيش حد. طيب هنا فين المجلس العسكري؟ انا كنت اتمنى بقى ان يطلع قانون يعتبر اي اجراء من هذا النوع خيانه عظمى. خيانه عظمى تحول لحكم عسكريه لان ده بيغتصب سلطه الدوله. ايه الرساله اللي بقدمها للمواطنين؟ طيب ده مش بس حضرتك، انا شايف ان ده ممكن يصلح انه يكون اقتراح دلوقتي بتقدمه حضرتك لمجلس الوزراء يعمل بيه مرسوم قانون. طبعا اي انسان يحاول ان يقوم بعمل من هذا النوع لابد ان يجرم. ليه؟ لانه إيه؟ انا لما اجي اقرا القانون دوت، وممكن على فكره نتناقش ونتفق ونجود منه اللي هو بتاع التفاصيل، بس عايز اقول لما انت حازم هنا وبتطلع القانون وعايز تحبس لي واحد يقف في مصنع بسنه ونص مليون جنيه. طب بس عشان لا نفهم خطا يا دكتور، يعني هذا لا ينفي ذاك، يعني اذا كنت بتقول ان ده حزم انت طالب في حزم اخر ومماثل واقوى في منطقه اهم. انا طالب بالقانون على الجميع تمام. بشكل متساوي تماما. طيب احنا متفقين تمام. واعتقد كلنا بنضم صوتنا للدكتور عماد ان احنا مش عايزين اي حد يحتكر انه يبقى حكم على اشخاص اخرين سواء في السلوك او في المعامله او في تدينه او في طريقه حياته. في النهايه هناك قانون، واذا كنا بنقول دوله سياده القانون اذا القانون هو اللي يسود، مش جماعه ولا فكر ولا اشخاص هم اللي يبقوا مكلفين بتنفيذ القانون. انت كنت بتكتب ملاحظات يا استاذ كمال. اقولها الاول. لا لا، اول ملاحظه
ان هذا الوقت مستقطع من البرنامج. ده معلش يا غير وطنيه ماشي معاك. يعني الملاحظه الاولى اللي انا ما كنتش اتمنى ان الحكومه الحاليه واحنا بنقدم كل تقدير للدكتور شرف ان تنزلق فيها، ان لا اتعامل مع الحريات بالتجريم. كويس. يعني الاضراب حق مشروع طبقا للاتفاقيات الدوليه الموقعه عليها مصر، والتظاهر حق مشروع، والتظاهر السلمي حق مشروع بالطبع. اذا طيب ما هو الحل؟ نمر واحد، يعني الكلام حوالين زياده الانتاج وتسيير الحياه وكان هذا الكلام العمال في مواجهته، بالعكس اول ناس عايزين زياده الانتاج هم العمال، لان انا اول المستفيد من زياده الانتاج. يعني زياده الانتاج تعني فرص عمل، تعني رواتب شهريه، مفهوم طبعا. مفهوم طبعا. الى اخره. وبالتالي انا اكتر حد حريص على زياده الانتاج، ولكن هناك كثير من المشاكل توارثت. احنا بنتكلم عن مصر خلال ال 15 سنه اللي فاتت عانت من تدني رهيب في الرواتب. نمره واحد. نمره اثنين، العقود المؤقته. كل من عين سواء في الحكومه او في القطاع الخاص تم تعيينه بعقود مؤقته. نمره ثلاثه، القيادات المؤسسات الحكوميه. وانا عندي بقى امثله واضحه. او بس اخش الاول على ايه اللي احنا عايزينه، يعني المسائل تمشي ازاي. المسائل احنا مش بنخترع العجله، في حاجه اسمها المفاوضه. مبادئ المفاوضه التي اهدرت في مصر لابد ان تعاد مره اخرى. لابد ان يكون في مصر ترابيزه مفاوضه يجلس عليها ممثلين حقيقيين للعمال وممثلين لرجال الاعمال، ونتحدث عن مشاكل ونتحدث عن حلول ونتحدث عن طيب انا هقفل عند هذه النقطه و